كيف نعد الهليون مع صلصة الزبدة والليمون؟ نحتاج إلى 40 ساق هليون متوسط الحجم، 4 أكواب ماء، 15 جرام ملح خشن. مقادير الصلصة: 6 ملاعق كبيرة ماء، 6 ملاعق كبيرة خل أبيض، 3 رأس بصل يابس، كوب زبدة باردة جداً غير مملحة ومقطعة إلى مكعبات، عصير ليمون، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة، شرائح ليمون للتزيين. ننظف الهليون بتقشيره ونتخلص من الجزء السفلي لنحصل على أطوال بحوالي 10 سنتيمترات. نغلي الماء في وعاء ونضيف الهليون ونسلقه مدة 7 دقائق ثم نصفي الهليون. باستخدام آلة الفرم في محضر الطعام أوداسيو من مولينكس نقوم بفرم البصل ناعماً. نخلط الماء، الخل، البصل في الوعاء ونطهو على نار هادئة جداً لتتبخر السوائل إلى مقدار ملعقة واحدة كبيرة. نرفع الوعاء عن النار ونسكب المزيج الساخن في وعاء محضر الطعام أوداسيو من مولينكس، ثم نضيف الزبدة ونخلط لتصبح الصلصة كثيفة، ثم نسكب عصير الليمون ونخلط المقادير جيداً. نرش الملح والفلفل حسب الرغبة ونقدم الهليون مع الصلصة.